خبرنا التالي تفاعل مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو مناشدة الفنان رابح صقر لجمهوره بالدعاء له. هذا بعد ما صرح في تغريدة له أنه في صدد إجراء المزيد من الفحوصات قبل عمل قسطرة ثانية في القلب. ومن منبر سيدتي أكيد نتمنى له دوام الصحة والعافية والشفاء العاجل. رابح صقر، جمهورك يحبك، جمهورك يدعي لك في ظهر الغيب، وألف لا باس، ألف سلامة عليك. وإن شاء الله أنت لسه توك شباب، وإن شاء الله يا رب تقوم لنا كذا بالسلامة ونشوفك ونطمن عليك وعلى صحتك. للأمانة رابح صقر من أكثر الناس أو الفنانين اللي أنا من يومني صغيرة ترى وأنا أسمع له، أكثر إنسان يعني كنت أحبه. يعني معروفة دائما، حتى لما تشتغل أغنية رابح أي أغنية دائما ما هقوم يغنيتك، حتى لو مو بغنيتي لازم خلاص رابح. فأنا مرة أحبه فعليا، يعني جد جد ضايق صدري يعني، بس إنه من غير شر إن شاء الله راح يقوم لنا بالسلامة وبصحة وبعافية. طبعا أكيد أنا وكل الجمهور الغفير والعظيم للفنان رابح صقر يعني ندعو الله دائما أنه الله يتمم عليه بتمام الصحة والعافية. وأنا أقول دائما رابح صقر له مكانة خاصة عني، لأني مسيرتي في تقديم حفلات الغنائية أو خليني أقول هذا المجال في حياتي ابتدأ مع الفنان هذا، وكان أكثر المشجعين لي. صحيح. وكان وقتها قال لي أنا فخور أني حفلتي هذه تقدمها بنت سعودية، وكان طيب، كان راقي، كان لبق، كان داعم. فإن شاء الله يا رب ما نسمع الأيام الجاية إلا كل أخبار طيبة عن رابح صقر أكيد. خليني